كي جرت بجن باب نويل جبونا شاه ياسر صالي متخصم كيفكي وبخن الدليفا زاروكا هذا مهن هد يجي بهبالي خرانينا ام لوان زاروكا بلاف دكين هي باخر السنه تنفوت بالسنه الجديده حبينا نقدم على شكل باب نويل هدايا صغيره. الهدايا اللي قدمناها هي للاولاد الصغار هي لفاحيات جوارب طاقيات يعني كنموذج انه بهالجو البارد انه ايش المهم للطفل الصغير هو انه بس يدفي حاله يعني.